بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 13. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حق المسلم على المسلم. لا شك أن المسلمين إخوة بموجب الإيمان، فهم أخوة في الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في كل زمان ومكان. أخوة أقوى من أخوة النسب. فالمؤمن أخوك، سواء كان من قبيلتك أو من أقاربك أو كان من أي مكان أو من أي قبيلة أو من أي شعب، هو أخوك. وإن تباعدت الديار، تباعد الزمان، فالمؤمنون من أول الخلق إلى آخر الخلق إخوة، ويجب لبعضهم على بعض حقوق، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: حق المسلم على المسلم ست، أي ست خصال. الأولى: إذا لقيته فسلم عليه، تقول السلام عليكم، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا أكمل. ثم هو يرد عليك بالمثل أو أحسن. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. تحية المسلمين السلام، تحية المسلمين السلام، كما هي تحية أهل الجنة، ما قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والسلام قيل هو اسم من أسماء الله، السلام عليكم أي اسم الله عليكم، وقيل السلام بمعنى السلامة من الآفات. إذا لقيته فسلم عليه بأن تقول السلام عليكم. ثم هو يجب عليه أن يرد السلام بمثل ما سلمت عليه أو أحسن. والبداءة بالسلام سنة، ورده واجب، رد السلام واجب. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك للحضور عنده مناسبة، مناسبة زواج، فإنه يجب عليك أن تجيبه، إلا إذا كان هناك مانع. فإجابة الدعوة في الزواج واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لا يجب قد عصى الله ورسوله. أما إجابة الدعوة في غير مناسبة الزواج هي مستحبة، من باب تطيب خاطر أخيك وتأنيسه بحضورك، إلا إذا كان لك عذر من الحضور فإنك تعتذر من أجل أن لا يكون في نفسه شيء من عدم حضورك، تعتذر بالعذر الذي يمنعك من الحضور. وإذا استنصحك أنصحه، يعني إذا استشارك في أمر من الأمور، استشارك في زواج، استشارك في مشاركة شخص، استشارك في بضاعة هل تصلح أو ما تصلح، فإنه يجب عليك نصيحته، ولا تكتم عليه شيئا تعلمه، بل تبين له. وليس هذا من باب الغيبة، إذا استشارك في شخص هل يصلح أو ما يصلح فقلت له إنه ما يصلح، هذا ليس من باب الغيبة، هذا من باب النصيحة لأخيك. وإذا عطس، العطاس هو خروج الهواء الذي في الجسم عن طريق الأنف، عن طريق الأنف، وهو أمر صحي، هو أمر صحي. العطاس فيه فائدة للجسم، يستفرغ الهواء الذي فيه،
إلا إذا وصل إلى حد الزكام إنه يكون مرضا. أما العطاس العادي إنه صحة للجسم، قوة للجسم، لذلك يشرع أنه يحمد الله عليه، يقول الحمد لله إذا عطس قل الحمد لله، فمن يسمعه يحمد الله بعد العطاس يشمته، يعني يقول يرحمك الله، هذا التشميت يرحمك الله، ثم يرد عليه العاطس ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا التشميت، تشميت العاطس، وهو واجب إذا حمد الله. أما إذا لم يحمد الله فلا تشمته، إذا لم يحمد الله فلا تشمته. أما إذا زاد العطاس عن العادة، صار مرض زكام، تدعو له بالشفاء، أو بتشمته كل مرة، لا، إذا زاد عن العادة إنك تدعو له بالشفاء. الخامسة، إذا مرض فعوده، فعود أخاك المريض من أجل تطمين خاطره، ومن أجل توسعة صدره، وطلب الشفاء له والدعاء له، يستأنس بك وبحضورك. فعيادة المريض سنة لما فيها من المصلحة للزائر وللمزور. والسادسة وهي الأخيرة، إذا مات فاتبعه، اتبع جنازته، شيعه للمقبرة، احضر الصلاة عليه والدعاء له، احضر دفنه واستغفر له بعد الدفن، هذا من حق أخيك عليك، من حق أخيك عليك، فهو لا ينقطع حقه بالموت، حتى بعد الموت له عليك حق أنك تتبعه، تتبع جنازته، تشيعه إلى المقبرة، تحضر دفنه وتدعو له بعد الدفن، تستغفر له، تدعو له بالتثبيت وقت السؤال في القبر، هذا من حقه عليك. هذه أمور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على أخيه المسلم، ينبغي معرفتها والعمل بها لما فيها من المصالح بين المسلمين، ولا يكون هناك تهاجر، ما يكون هناك شحنة وتهاجر تقاطع بين المسلمين، بل يكون بينهم تواصل ورحمة محبة، هذا شأن المسلمين. وإذا قدر أنه يجب بينهم شيء من سوء التفاهم، ينبغي لهم أن يصلحوا بما بينهم، وينبغي لغيرهم أيضا أن يتدخل لإصلاح ما بينهم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. المسلم يسعى بالإصلاح بين المسلمين، ولا يكون بين الأخوين من المسلمين أو الأخوة تهاجر من أجل أمور الدنيا أو من أجل الهوى أو من أجل الكراهية أو البغضة، بل يجب أن تزول هذه الأمور وأن تعود المحبة والأخوة بين المسلمين. فهذه أمور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون للمسلم على أخيه المسلم، فلا يكون بين المسلمين تهاجر وتقاطع. وحتى لو أنها أخطأ في حقك، لو أخطأ في حقك أن تسمح، تعفو عنه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فكيف إذا لم يخطي في حقك ولم يحصل منه في حقك إساءة، لماذا تبغضه ولماذا تهجره؟ ربما يكون مخالف لك في بعض الرأي عن اجتهاد، خالف لك عن اجتهاد، ما هو عن بغض، وإنما عن اجتهاد،
فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا للقطيعة، سببا للتهاجر بين المسلمين. وإن كان بينكم شيء من الاختلاف في مسألة من المسائل النظرية التي لا تصل إلى حد البدعة أو الشرك، وإنما هي خلاف نظري في مسألة من المسائل، قد يكون الصواب معه وقد يكون الصواب معك، وقد تكون أنت وهو مخطئين، فلا يكون هذا سبب لتهاجر مثل ما يجري بين الإخوان في وقتنا الحاضر من تهاجر والتقاطع وتحذير بعضهم من بعض. ينبغي التفاهم والتناصح، وإذا لم يصل الأمر إلى ما يخل بالعقيدة فلا يجوز التقاطع والتهاجر، وإذا حصل شيء من الخلل في العقيدة فينبغي أيضا السعي في إصلاحه وبيان الحق للمخالف لعل الله أن يهديه. فإذا أصر على خطئه وهو يخل بالعقيدة فهنا إذا كان في الهجر مصلحة يهجر، إذا كان الهجر يردعه لعله يتوب إنه يهجر. أما إذا كان الأمر راجعا إلى خلاف دنيوي، مسألة دنيوية، فلا يجوز التهاجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فجاء في الأحاديث أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا كل يوم اثنين، فيغفر للمسلمين الذين عندهم شيء من التقصير أو الخطأ يغفر لهم، إلا اثنين بينهما شحنا، يقول الله جل وعلا: أنظر هذين حتى يصطلحا. فصارت الشحنة والبغضة بين الإخوة تسبب تأجيل المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يؤكد أن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا ولا يكون بينهم تنافر أو تقاطع. وإذا كان أحد منهم على خطأ يبين له، ويجب على المخطئ يقبل الحق ويرجع للصواب ولا يصر على رأيه، ويجب على أخيه أن ينصحه ويبين له ولا يكون بينهما خلاف مستمر، فيأخذ هذا من حسناتهم ويؤجل المغفرة لهم. فالأمر في هذا أمر مهم جدا بين الإخوة بين المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن الدعاء عند ختم القرآن. مستحب الدعاء عند ختم القرآن، فعله السلف، كانوا يجتمعون إذا أراد أحدهم أن يختم القرآن يجتمعون ويدعو ويؤمنون على دعائه، شيء معروف عن السلف. وحتى في الصلاة ورد كما ذكر الإمام أحمد أنه أدرك أهل الحجاز وأهل كذا أنهم يدعون للختم في الصلاة، وأنه عمل معروف عند المسلمين. نعم. العذر بالجهل إذا كان الجاهل ما يمكنه يتعلم، ما عنده أحد يعلمه، منقطع ما عنده أحد يعلمه، يعذر بالجهل. أما إذا كان عنده أحد يعلمه وترك التعلم، ترك التعلم عدم رغبة أو كسل، إنه لا يعذر. هذا يسأل عن حكم معالجة الطبيبة للرجل، معالجة المرأة الطبيبة للرجل الذي ليس محرما لها، لا يجوز هذا. الرجال يعالجهم رجال والنساء يعالجهن النساء، هذا هو الواجب، إلا عند الضرورة. إذا وجدت ضرورة، رجل مريض ولا هناك من يعالجه إلا امرأة، تعالجه للضرورة. والعكس، امرأة مريضة ولا هناك من يعالجها وعليها خطر من المرض، ما فيه من يعالجها إلا رجل، يعالجها للضرورة. أما ما دام يوجد
غنى عن معالجة النساء للرجال والرجال للنساء فلا يجوز هذا. نعم. هذا يسأل عن إنسان اشترى الدخان بثمن مؤجل، هل يجب عليه الثمن؟ نقول هذا يرجع فيه إلى القاضي، يرجع فيه إلى المحكمة. إن كان إن البايع قبل النصيحة ونصح وقال له هذا حرام ولا يجوز لك وقبل النصيحة الحمد لله، إذا لم يقبل فلا فيه إلا القاضي يتدخل. هذا يسأل إنسان عند زوجة وتخاف إذا ذهب للصلاة، تخاف أنها تبقى وحدها إذا ذهب للصلاة، إذا كان فيه خوف محقق، إذا كان فيه خوف محقق على المرأة فإنه يعذر أنه يترك صلاة الجماعة ويصلي في البيت عند امرأته. نعم. هذا يسأل عن حادث سيارة حصل صدم، المسألة هذه يرجع فيها للمحاكم تحقق فيها وتشوف من هو المدان في الحادث، ويحمل المدان هو اللي حمل التبعة، أما اللي ما عليه دانة أبداً فليس عليه شيء، هذا يحتاج إلى تحقيق. هذا يسأل عن التجارة في العملات، لا بأس بالتجارة في العملات، عن السرافة يصرف، لكن بشرط التقابض في المجلس، بشرط التقابض في المجلس. إذا بعت عملة بعملة فلا بد أنك تقبض العملة الخاصة بك والطرف الثاني يقبض العملة الخاصة به قبل التفرق. لا يسأل عن موظف يتقاضى راتبا ولا يذهب إلى عمله، نقول إن كان له إجازة نظامية ما يذهب لأنه في إجازة نظامية فلا بأس، أما إذا كان ما له إجازة نظامية ويترك العمل من باب التساهل هذا لا يجوز، هذه أمانة، أمانة، العمل أمانة، وهو يأخذ في مقابله راتب ألا يجوز له يتأخر عن العمل وهو ما له عذر شرعي. هذا يسأل إذا أخذت الجوال من شخص واتصلت وأعطيته الثمن، ثمن الاتصال في المسجد، هل يعتبر هذا من البيع والمعاملة الدنيوية؟ نعم يعتبر من المعاملة الدنيوية، اللي يجي أجر الجوال في المسجد يجي ويأجر الجوال بالمسجد لا يجوز هذا، إذا بغى يأجر يطلع برا. نعم. مسألة اللي فقدت زوجها من 7 سنوات هذه تراجع فيها المحكمة من أجل أن تعلن عن الزوج المفقود، تعلن عنه المحكمة أو الدائرة الحكومية تعلن عنه تسأل عنه، لابد من المراجعة للجهة المختصة. هذا يسأل عن الطواف بالنعل إذا كان يحتاج إليه، رجله فيها جراحة أو مقطوعة ويحتاج لبس النعل، لا بأس إذا للحاجة لا بأس يلبس ولا حرج عليه. نعم. هذا يا أخي يقول قول القائل لا يدخل الجنة أحد بعمله، يا أخي ما هو بالقائل، اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا يا رسول الله إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. العمل سبب لدخول الجنة وليس هو الثمن، ليس هو ثمن للجنة، الجنة فضل من الله، وإنما العمل الصالح سبب فقط. هذا يسأل يقول إن إذا سئلت عن مسألة وأنا ما أعرف الجواب لكن أنا قرأت في كتاب أو سمعت شريط فتوى بالجواب، هل أقوله للسائل؟ نعم تقول أفتى فلان، ما تقول أنا، تقول أفتى فلان أو سمعت فلان يفتي بكذا، تنقل له الفتوى نقل بأمانة. إذا كان الشخص المنقول عنه من أهل العلم وثقة، إذا كان المنقول عنه من أهل العلم الثقات لا بأس أنك تنقل الفتوى إذا كنت متأكداً منها 100%. هذا يسأل يقول أنه كان يبيع الدخان والحشيش وتاب إلى الله عز وجل وعليه ديون، الحمد لله ما دمت أنك تبت إلى الله الله يتوب على من تاب ولا تعود لمثل هذا، أما الديون
هذه تصلح أنت وأصحابها، هذه إما أنهم يسامحونك عنها لأنها حرام ولا تحل لهم، فإذا لم يسمحوا عندك المحكمة. نعم تفصل بينكم. واللي يبيع الحشيش هذا ما يقر أبد في جميع أنظمة الدول، الحشيش ما يجوز، ما يرخص في بيعه في كل الدول، حتى الكفار يمنعونه. هذا يسأل عن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، عن النار، وإن منكم إلا واردها أي النار، وهذا خطاب يشمل المسلمين. هل المسلمين يريدون النار؟ نعم. وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط، المراد به المرور على الصراط، كل الخلق يمرون على الصراط على متن جهنم، فالمؤمنون ينجون يتجاوزونه، وأما الكفار فيتساقطون في النار والعياذ بالله، لأن الله يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا يقول أنه انصرف من مزدلفة، هذا سؤال في الحج، هو وزوجته الساعة 11 من الليل يعني قبل نصف الليل، لكن يقول نحن محتاجون للانصراف لأني مصاب في رجلي، فهل علي فدية؟ إن كان انصرفت من أجل العلاج ما تستطيع تبقى في مزدلفة لأن رجلك تألمك وتحتاج إلى علاج تروح للمستشفى، أنت معذور ليس عليك شيء، وهي معذورة لأن ما تستطيع البقاء وحدها. أما إذا كان انصرافك ليس للعلاج وإنما لأن رجلك ما هي جيدة فلا، ما هو هذا عذر، حتى لو انصرفت من مزدلفة رجلك هي رجلك ما هي تغير، فيكون عليك فدية، يكون عليك فدية عن الانصراف قبل وقت الانصراف. نعم. هذا يسأل أسئلة ما أدري وش، هل يجوز الاقتصار على صلاة التهجد؟ إذا اقتصرت على صلاة التهجد لك من الأجر قدر ما صليت، ولكن لو أنك صليت التراويح والتهجد يكون الأجر أكمل وأحسن. وأنت لماذا جئت هنا إلا تبحث عن الأجر والثواب؟ فلماذا تتكاسل يا أخي عن قيام الليل في هذه الليالي؟ المفروض أنك تجتهد في قيام الليل وتشارك المسلمين في الصلاة والدعاء ولا تحرم نفسك علشان الكسل. وهذا يقول إذا أراد المتنفل المفترض، كيف يكون متنفل مفترض؟ هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعاً؟ ما أدري وش السؤال هذا. هذا يقول أريد أن أحج مع أمي ولكن لم أجمع مبلغاً كافياً إلا لشخص واحد، فكيف أفعل؟ انتظر هذه السنة حتى تجمع مبلغ يكفي لك ولوالدك، انتظر. الحمد لله الأمر فيه سعة. نعم. هذا يسأل عن أن يلزم نفسه بعدد معين من الذكر كل يوم. الإلزام لا، ما هو بلازم، الذكر مستحب وليس لازما، أما أنك تحدد لنفسك عدد ورد في الدليل وتحرص عليه اتباعا للدليل من غير إلزام وإنما رغبة في الخير، هذا شيء طيب. نعم. هذا يسأل عن موت الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو للروح والنفس والبدن؟ يا أخي الرسول مثل غيره، بشر مثل البشر، يموت مثل ما يموت البشر، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الرسول يموت مثل ما يموت البشر لكنه حي في قبره حياة برزخية، ما هي مثل حياته وهو في الدنيا، حياة من حياة الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يسأل سؤال ما هو له داعي، يقول إلى أين يصير الأطفال اللي يموتون قبل البلوغ؟ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، أمرهم إلى الله. نعم. وش حاجك بهالسؤال أنت؟ ما لك حاجة بهالسؤال هذا. نعم.
أنا يقول أني أريد الزواج من فتاة والوالد عارض، لا تغضب والدك، تفاهم معه، فإذا وافق الحمد لله، وإذا لم يوافق لا تغضب والدك، ربما يرزقك الله أحسن منها. نعم. هذا يقول أن الإمام النووي رحمه الله ذكر في كتاب الأذكار إن القنوت في صلاة الفجر في حديث صحيح. لا، الحديث ما هو صحيح. حديث إن الرسول قنت في وقت النوازل هذا صحيح، أما أنه يقنت في الفجر في غير النوازل في حديث لكنه ما هو صحيح، تكلم عليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ما هو صحيح، ولكن أخذ به بعض الأئمة، أخذ به بعض الأئمة فيرون إن القنوت في الفجر مستدام في النوازل وغيرها، وهذا قول مرجوح لأن الحديث ضعيف الوارد فيه. هذا يسأل عن مسجد بجوار مقبرة يوجد فيه قبر مفصول بحجرة، أما إذا كانت المقبرة مفصولة عن المسجد بشارع أو بأرض فضاء فلا بأس، وأما البناء اللي على قبر، حجرة مبنية على قبر، هذه يجب هدمها، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا، يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا يعني مرتفعا مبني عليه، إلا سويته يعني هدمت البناء، لأن هذا سبب للشرك، وسيلة من وسائل الشرك تعظيم القبور والغلو فيها. فيجب على ولي الأمر، يجب على ولي الأمر واللي له سلطة أنه يزيل هذا البناء عن القبر، أما اللي ما له سلطة فهذا عليه البيان فقط، ولا يزيل بيده لأنه ما يملك الإزالة باليد، لأن هذا يترتب عليه نتائج سيئة، ولكن اللي تولى إزالة المباني على القبور هم ولاة الأمور أهل السلطة، أما عامة الناس واللي ما لهم سلطة ما عليهم إلا البيان فقط، البيان وأن هذا أمر لا يجوز وأنه وسيلة من وسائل الشرك. نعم. الوضوء لكل صلاة هل هو مشروع؟ نعم، يستحب، يستحب تجديد، هذا يسمونه تجديد الوضوء، تجديد الوضوء، إذا صليت فيه وأردت أن تصلي مرة ثانية يستحب أنك تجدد الوضوء، وإن صليت عدة صلوات بوضوء واحد جائز هذا حتى ينتقض الوضوء، أما التجديد هذا مستحب وليس بواجب. هذا يسأل عن الحجامة للصائم، حجامة للصائم فيها خلاف بين العلماء، اختلفت فيها الأحاديث، ولكن الراجح الذي عليه الإمام أحمد وجماعة من المحدثين أنها تفطر الصائم، لأنها سحب دم باختياره، فيه قوته وفيه غذاؤه سحبه، فيفطر بذلك، هذا هو الصحيح الراجح. أما إذا أردت أنك تأخذ بالقول الثاني هذا على مسؤولية كنت، وهذه ذمك بهواك. نعم. هذا يقول أني نذرت عدة نذور ماذا أعمل؟ ما أدري يا أخي، لازم تبين النذور ما هي اللي أنت نذرت. نعم. هذا يسأل عن الطواف بالقبور، الطواف بالقبور حرام لأنه بدعة، وإذا كان يطوف بالقبر، إذا كان يطوف بالقبر يتقرب إلى الميت ويطلب منه الحاجات هذا شرك أكبر، أما إذا كان يطوف بالقبر يظن أن هذا طاعة لله ولا يسأل من الميت شيء وإنما يظن أن هذا طاعة لله هذا باطل وبدعة ولا يجوز، ما يطاف إلا بالكعبة المشرفة، ما في شيء على وجه الأرض يجوز الطواف به إلا الكعبة المشرفة، لأن الله أمر بالطواف بها، ولا يجعل غير الكعبة مثلها من القبور أو غيرها، فلا يطاف بشيء. ويسأل عن الحكم بعوائد البوادي والأعراف القبلي، هذا حرام ما يجوز، هذا حكم الجاهلية، الله جل وعلا يقول أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقن، هذا مثل الحكم بالقوانين سواء، كل حكم بغير ما أنزل الله ألا يجوز، سواء كان قوانين
أو كان عوايد أو أعراف قبلية، كله حكم بغير ما أنزل الله. نعم يا أخي، السترة في الصلاة اللي أمام المصلي ما هي بواجبة، هذه سنة، إذا تيسرت الحمد لله، ما تيسرت الصلاة صحيحة. الصلاة ما لها دخل في السترة، الصلاة صحيحة، لكن السترة مستحبة إذا أمكن. أما إذا لم يمكن، مثل أنت في الحرم، والحرم الناس كثير يمرون بأعداد كبيرة ما تقدر تمنعهم، وهم مضطرين للمرور، ما تعمدوا أنهم يمرون من أمامك، وإنما الزحمة تضطرهم إلى هذا، فما في حرج لا على المرء ولا على المصلي. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.